حزب الله اللبناني بدأ بمهاجمة خواصر إسرائيل الرخوة والنقاط الهجومية التي تستخدمها تل أبيب في الهجوم على الحزب، وهذا التطور بهذه الهجمات هو يأتي للرد على العملية الكبيرة التي بدأتها إسرائيل صباح يوم أمس، ألا وهي عملية سهام الشمال التي تركز على ضرب حزب الله اللبناني في أهم معاقله الرئيسية الموجودة في لبنان. هذه الخارطة باللون الأحمر تظهر طبيعة السيطرة لحزب الله اللبناني، وحزب الله متركز في الجنوب ومتركز كذلك في البقاع وفي نقاط ومناطق أخرى، ولكن على الأقل حتى نهاية يوم أمس إسرائيل كل ضرباتها ركزتها على البقاع وكذلك على جنوب لبنان، وهذا الأمر واضح من طبيعة خارطة الضربات التي تعرض لها حزب الله. وكذلك في نفس الوقت أن إسرائيل ركزت بشكل كبير على ضرب الوحدة الصاروخية للحزب، هي ضربت أكثر من 1300 هدف لهذه الوحدات الصاروخية. جزء من هذه الصواريخ هي صواريخ حزب الله اللبنانية المتوسطة المدى والتي استهدفت العمق الإسرائيلي تقريبا أكثر من 70 مرة أو 70 مرة بالضبط، بالإضافة إلى صواريخ بركان الثقيلة، وأيضا في نفس الوقت صواريخ الكروز، الصواريخ القصيرة المدى، وحتى الطائرات المسيرة، وهذه العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كشفت عن صورة خطيرة، يبدو بأن أحد الجواسيس الإسرائيليين أو اللبنانيين الذين يتجسسون لصالح إسرائيل في جنوب لبنان كان قد التقط هذه الصورة ونشرتها إسرائيل ونشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بنفسها، والتي أظهرت هذا الصاروخ الذي تحدثوا بشكل واضح بأنه موجود في إحدى الأماكن في جنوب لبنان، وبأن هذا الصاروخ أساسا موجود في مبنى مدني، وأن هنالك عائلة تسكن فوق هذا الصاروخ كدرع بشري تحديدا. ونلاحظ هنا بأن هنالك فتحة لهذا الصاروخ من أجل أن ينطلق من خلال هذه الفتحة، هنالك كذلك منصة هيدروليكية من الممكن أن تنخفض طبعا باتجاه هذه الفتحة وينطلق مباشرة هذا الصاروخ، بالتالي فتح هذه الفتحة في هذا الموقع الذي يتواجد فيه هذا الصاروخ وتوقيت الصاروخ ثم الإطلاق هو الهدف الواضح من طبيعة ترتيب ووضع هذه الصواريخ. وإذا لاحظنا هذا الصاروخ من طبيعة شكله وتصميم الصاروخ ليس بالصاروخ الصغير أبدا، وهو يبدو متطابقا تماما مع صواريخ زلزال 1 و2 التي حتى هذه اللحظة ليست هنالك الكثير من الإثباتات على أن حزب الله اللبناني قد استخدم هذه الصواريخ. لحد الآن حزب الله لم يستخدم حتى فاتح 110 أو حتى صواريخ الإسكود الخاصة به، ما هو مستخدم هي صواريخ فجر 5، فجر 3، وكذلك صواريخ الكاتيوشيا، وفجر 5 وفجر 3 هي التسمية الإيرانية والتي يطلق عليها حزب الله اللبناني صواريخ فادي 1 وفادي 2. وهنالك أدلة جديدة قد أظهرتها إسرائيل لطبيعة تواجد هذه الصواريخ في البيوت المدنية لتبرير الكثير من الضربات وتدمير البيوت في الفترة القادمة في جنوب لبنان. على سبيل المثال من هذه الصورة لهذه الضربة ضرب هذا المنزل، وفجأة من هذا المنزل ظهر هذا الصاروخ ليضرب منزلا آخرا كما تلاحظون. كذلك صورة أخرى توضح لك أن هنالك صواريخ في هذه المباني مثل هذه الضربة التي فجأة في هذا الموقع انطلق من هذا المبنى صاروخين، هذا الأول ومن ثم انطلق صاروخ ثاني كما تلاحظون ليضرب المباني المدنية بالقرب منه. وإذا ما أخذنا علامات هذا الموقع وهذا الصاروخ لكي نتأكد من هذه التفاصيل بشكل أكبر، ترى بأننا أمام شارعين بهذه الطريقة المميزة، هذا الشارع ذهابا وإيابا، ونلاحظ بأننا أمام مباني مميزة بهذا الشكل، وهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا أمامنا بكل تأكيد. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي الآن سنلاحظ بأننا نتجه إلى نقطة تقع إلى شمال صور، إلى شمال النهر الليطاني، ألا وهي الأنصارية، وتقريبا في الجزء الشمالي الشرقي من الأنصارية يتواجد هذا المبنى. هذه هي نفس الصورة تماما التي كانت ظاهرة أمامنا، تلاحظ هذه هي الصورة من الطائرة وهذه هي الصورة في القمر الصناعي، أي أن هذا المبنى هو الذي استهدف تحديدا. وبالتالي الصواريخ عندما انطلقت بهذا الاتجاه يوضح لك أن الصواريخ كانت متجهة بهذا الشكل أو بهذا الاتجاه بمعنى آخر.
أن النقطة التي كانت تتجه لها هذه الصواريخ هي باتجاه الجليل الأعلى والجليل الأسفل تحديدا. وبشكل عام قناة أن الثانية عشر العبرية أكدت أن هذه العملية خلال 24 ساعة تقريبا عملية سهام الشمال الإسرائيلية تأكد تماما من خلال التفاصيل التي تحدثت عنها إسرائيل بأن الآن صواريخ الكروزر الخاصة بالحزب قد انخفضت ترسانتها، والترسانة لهذه الصواريخ انخفضت بنسبة 50% مع هذه الضربات. كذلك 75% من الصواريخ التي يصل مداها إلى 40 كيلومترا في العمق الإسرائيلي أيضا قد دمرت من قبل الجانب الإسرائيلي، وحتى أن هذه الضربات قد ضربت عمليات التنسيق في إطلاق الصواريخ من قبل الوحدات الصاروخية لحزب الله. بمعنى آخر أن هذه الوحدات في بعض الأحيان تتصرف من ذاتها، لا تنسق العمليات بشكل جماعي، وبالتالي هذا يجعلها سهلة جدا وفريسة سهلة جدا للدفاعات الإسرائيلية. وكذلك تكشف إسرائيل النقاط التي تنطلق منها هذه الصواريخ وبالتالي تتمكن من ضرب هذه المواقع. لا بل إن إسرائيل قامت باغتيال من؟ اغتيال إبراهيم قبيسي في الضاحية الجنوبية، وهو قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله اللبناني، وهذا الرجل هو الذي ينسق كل هذه العمليات الصاروخية التي ينفذها الحزب بشكل عام. والضربة جاءت في الضاحية الجنوبية باتجاه هذا الموقع تحديدا الذي نراه بالقمر الصناعي، نفس هذه الصورة كانت ظاهرة هنا كما نلاحظ لطبيعة اللحظة الأولى للضربة الإسرائيلية. ونلاحظ هنا مصطفى بدر الدين القيادي الراحل في حزب الله اللبناني بصورته الواضحة، تلاحظ أن المبنى هنالك مسافة بين هذا المبنى والمبنى الآخر الذي نراه، وكذلك هذه شجرة مع الشارع بكل تأكيد، أي أن المبنى الذي يأتي بجانب المبنى الذي تتواجد فيه صورة مصطفى بدر الدين هو المبنى الذي كان قد استهدف. وتلاحظ هنا أن هذه الصورة في القمر الصناعي ظاهرة فيها صورة القيادي في حزب الله اللبناني الراحل بمسافة يأتي هذا المبنى الآخر، وكذلك نلاحظ هذه الشجرة. بالتالي نحن أمام هذا المبنى تحديدا هو الذي كان هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، والذي كان يتواجد فيه قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله اللبناني. وبالتالي واضح جدا من النظرة الأولى لهذا المبنى أن الصاروخ كان قد دخل من هذا الاتجاه، قد ضرب هذه الزاوية. لاحظ هذه الزاوية التي كان قد ضربها، وبالتالي هذا الرجل قد تم اغتياله بهذه الطريقة من قبل إسرائيل. ومع كل هذه التطورات وتركيز إسرائيل على أهم وحدة، الوحدة الصاروخية لحزب الله اللبناني التي تعتبر مسألة مهمة وأساسية في تهديد إسرائيل، ألا وهي الصواريخ والترسانة الصاروخية لحزب الله. الأمر دفع طبعا حزب الله منذ مساء يوم أمس حتى صباح هذا اليوم، حتى هذه اللحظة أيضا التي نتحدث بها، بدأ حزب الله يهاجم عمق إسرائيل بشكل مكثف باتجاه حيفا والناصرة، وكذلك باتجاه وعلى مسافة تقريبا أكثر من 70 كيلومترا. كما نلاحظ هنا بشكل عام كانت هنالك عدد من الموجات الصاروخية المكثفة من حزب الله اللبناني على الناصرة، على سبيل المثال 4 موجات صاروخية. تلاحظ هذه موجة أولى، وهذه موجة ثانية، وهذه الموجة الثالثة، وهذه أيضا موجة صاروخية رابعة، بالإضافة إلى أن غرب الناصرة أيضا كان قد استهدف، وحتى حيفا شمال حيفا كانت قد استهدفت من قبل حزب الله اللبناني، وكذلك شرق حيفا. وتلاحظ أيضا أن حيفا بأكملها وللمرة الأولى ومن المرات النادرة التي نرى فيها حزب الله ينفذ مثل هذه العمليات، قاموا بإطلاق صواريخ مباشرة على هذا الموقع. كذلك أن حزب الله استهدف اليوم وصباح هذا اليوم كريات شمونة في الجليل الأعلى، هنالك ضربات فعلا للصواريخ كانت قد سقطت في كريات شمونة في عدد من المناطق، هنالك إصابات واضحة قد تحققت من حزب الله، بالإضافة إلى ذلك إلى أن أكثر من 100 صاروخ قد أطلقت من حزب الله على العمق الإسرائيلي انتقاما لإبراهيم قبيسي قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله اللبناني. واحدة من النقاط التي استهدفت أيضا بموجات صاروخية أخرى هي صفد تحديدا، وصفد والجليل الأعلى هي تأتي باتجاه مرتفعات الجولان. ولا بد من الانتباه إلى التواجد الإيراني الكبير من الفصائل المسلحة المقربة من إيران والحرس الثوري الإيراني. هذه الخارطة توضح لك الانتشار الإيراني الكبير ليس فقط باتجاه لبنان وإنما باتجاه مرتفعات الجولان تحديدا. هذه هي المرتفعات، أي أن هذه الفصائل
إذا ما تصاعدت الأمور مع إسرائيل قادرة على الضغط على هضبة الجولان، حزب الله قادر أيضا على الضغط على هذه المنطقة وعلى الجليل الأعلى الذي تعرض لكثير من هذه الهجمات، وكذلك أيضا على الشمال الإسرائيلي من أجل فرض نوع من الضغط على الجولان ومحاولة تحريره إن تمكنت هذه الفصائل بمشاركة حزب الله اللبناني. وهذه المسألة هي مسألة تعتبر خطيرة أيضا على الجانب الإسرائيلي، لا بد من الانتباه إلى المنطقة التي تحدثنا عنها الناصرة تحديدا. هذه هي الناصرة التي يتواجد فيها الكثير من المدنيين، هذه البلدات أساسا فيها الكثير من المدنيين بشكل عام، ولكن أيضا هنالك قاعدة رامات دافيد التي ترونها هنا، وهذه القاعدة هي واحدة من أهم القواعد، ثالث أهم قاعدة جوية لدى إسرائيل، والتي تنطلق منها طائرات F-16 إن كانت طائرات F-16C أو F-16D لتنفذ كل هذه العمليات، مثل عملية سهام الشمال هي تنفذ الكثير من هذه العمليات الهجومية في هذه المنطقة. وأيضا هنالك منشآت نفطية مهمة في حيفا، منشأتين نفطية كبيرة بالإضافة إلى ميناء حيفا الذي يجب أن لا ننساه، الذي يعتبر خاصرة رخوة وخاصرة رخوة ونقطة ضعف كبيرة بالنسبة لإسرائيل إن ما تم استهدافه. وكذلك أن في صفد يتواجد قائد قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية أوري جوردن، هو يقود العمليات أساسا من هذه المدينة تحديدا من موقع تحت الأرض لتنفيذ كل العمليات التي تأتي ضد حزب الله اللبناني. بالتالي حزب الله بمهاجمته لهذه المواقع هو يضرب الموقع الذي يتواجد فيه القائد، قائد المنطقة الشمالية تحديدا، يحاولون كذلك ضرب قدر الإمكان قاعدة رامات دافيد، هم يضربون طبعا الناصرة ويضربون غرب رامات دافيد، رامات دافيد بنفسها، وكذلك أيضا يحاولون استهداف حيفا، وبالتالي هم يحاولون تحقيق أي ضربة باتجاه هذه القاعدة لإبطاء الهجمات، لإيقاف الهجمات، لردع الهجمات التي تقوم بها إسرائيل بهذا الشكل عن طريق هذه القاعدة أو أي قواعد استخبارية تستخدم في عمليات الرصد وغيرها، وكذلك يحاولون استهداف أي من القيادات الإسرائيلية قدر الإمكان، والضغط أيضا على الجليل الأعلى، لا بد من الانتباه لهذه المسألة، الضغط على الجليل الأعلى هو لا يأتي من فراغ، فالضربات التي تمت ملاحظتها من هذه المقاطع المصورة هو أن حزب الله يحاول ضرب أيضا البيوت المدنية تحديدا، مثل ما تضرب إسرائيل الآن البيوت المدنية الموجودة في جنوب لبنان، بغض النظر عن التبرير الذي جاءت به إسرائيل بأن هنالك صواريخ في جنوب لبنان تتواجد في هذه المباني والبيوت، هم أيضا يضربون هذه البيوت، وذلك من أجل منع المدنيين من التفكير للعودة مرة أخرى إلى الشمال في المستقبل مهما كانت تطورات هذه المعركة. وأيضا أن ضرب هذه المنطقة تحديدا هو يشكل خطرا على المدنيين، المدنيين قد يغادروا هذه المنطقة إذا ما ازداد سوء هذه الضربات من قبل حزب الله اللبناني، وضرب أساسا المنشآت النفطية وضرب ميناء حيفا يعني أيضا أمرا خطيرا على إسرائيل، لأن إسرائيل تعتمد في وارداتها وصادراتها في البحر المتوسط على ميناء حيفا بالدرجة الأساس بعد كل ما جرى لميناء إيلات من إغلاق وضغط من جماعة الحوثي على البحر الأحمر وكذلك على مضيق باب المندب بشكل عام. وبالتالي هذه هي واضح جدا أن حزب الله هو يحاول فرض ظروف جديدة في هذه المنطقة وفي هذا الموقع تحديدا. ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هيرتسي هاليفي قال يوم أمس الآتي: نحن ندمر قدرات حزب الله التي بناها على مدى 20 عاما، وأضاف أيضا: نحن نستعد للمرحلة المقبلة ضد حزب الله، والأمور واضح بأنها متجهة إلى تصعيد خطير، خاصة وأن USS هاري ترومان حاملة الطائرات الأمريكية ظهرت بهذا الشكل وهي تغادر فيرجينيا، وكانت هنالك صورة ملتقطة لحاملة الطائرات العملاقة من سواحل فيرجينيا وهي تغادر متجهة إلى الشرق الأوسط، والتفاصيل التي جاءت من عدد من الأوساط الغربية أكدت أنها ستتمركز في البحر الأحمر لفرض ضغط على جماعة الحوثي، الدفاع قدر الإمكان عن إسرائيل أو الدفاع على إسرائيل من أي هجمات من جماعة الحوثي باتجاهها، ومع وجود إبراهام لينكولن المتمركزة هنا تقريبا في خليج عمان أو في البحر العربي باتجاه إيران، وكذلك باتجاه أيضا الفصائل العراقية إن صعدت بشكل أكبر على إسرائيل مع حرب محتملة ممكن أن تجري بأي لحظة، وكذلك أن هنالك عدد من القوات الإضافية الأمريكية التي كانت قد وصلت إلى قبرص، ظهرت 10 طائرات من طائرات C-17A Globe Master 3 وهي تصل إلى قبرص كما تلاحظون بحسب الفلايت ريدار 24 التسجيل لهذه الطائرات هنا
هذه هي الطائرة التي ترونها والطائرات العشرة التي وصلت، وجاءت المصادر لتتحدث بشكل واضح بأن الولايات المتحدة اليوم قد أرسلت عددا إضافيا من القوات الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين في لبنان إذا ما تصاعدت الأمور إلى ظروف أعلى مما هو عليه أو مما هي عليه الآن. وكذلك أن المواطنين اللبنانيين بدأوا بمغادرة لبنان، غادروا الكثير منهم باتجاه سوريا أساسا، جنوب لبنان، غادروا بكميات كبيرة وأعداد هائلة. نتحدث عن تقريبا 20,000 من المواطنين اللبنانيين بدأوا بالخروج، النزوح، مغادرة لبنان قدر الإمكان، لأن الأمور وصلت إلى مرحلة الحرب كما هو واضح من كل هذه التفاصيل التي رأيناها ونراها خلال 24 ساعة الماضية.